السلام عليكم، أمير ظاهر أمير، قسم الهندسة الكهربائية، تقرير معمارية الحاسوب حول موضوع الداتا ديبندنسي تحت إشراف الأستاذ أحمد ستار الحسيني. الموضوع الداتا ديبندنسي هي هنالك المخاطر التي يتناولها جهاز الكمبيوتر، حيث توجد هنالك ثلاثة أنواع اللي هي الداتا والستاندرد والكنترول. هناك أربعة أنواع من الداتا اللي هو الـ write after write و write after read و read after write و read after read. نوع الـ read after read لا يعتبر من المخاطر. الـ dependency هي المشاكل التي تشاكل في الداتا، حيث توجد هناك ثلاثة أقسام منها اللي هو الـ stalling و الـ fool wording و redependency. ثلاث طرق لحل هذه المشاكل اللي ذكرتها قبل شوية، حيث راح نتناول منها في هذا التقرير فقط موضوع الداتا. الداتا ديبندنسي يقسم إلى الفول دي ديبندنسي والانبو انتي ديبندنسي واوتبوت ديبندنسي وون دي ديبندنسي وانناون دي ديبندنسي، الذي لا يعتبر من انواعها تقريبا، يعني لا